يا جماعه في حاجه المفروض المتزوجين ما يخجلوا منها بصراحه، المفروض بالعكس نتكلم ونفضفض علشان نتحد. فابغى اسال سؤال هنا واتمنى يعني الاجابه تكون صادقه من اللي موجودين، تمام؟ توعدوني. من اللي متزوجين مين هنا يعتبر نفسه في البيت لمؤاخذه كده يعني ماكل هوا؟ ارفع يدك، ارفع يدك يا ابوي، انت اللي هناك ارفع يدك ابوي، شايفك باين يا ابوي، ارفع. في واحد مبسوط هناك، انا مبسوط يا ابوي، بس استر على نفسك، مبسوط انه ماكل هوا. لا والله يا جماعه انا بلا فخر يعني من الناس اللي في البيت، يعني الطبق المفضل عندي هو يمكن الهوا، وهذه ظروفي ايش اسوي يعني. فالمشكله انه انت لما تكون ماكل هوا في البيت، تعرف في لحظه في حياتك تكون هي اللي انت تعرف انه انت وصلت فيها للقاع، تمام؟ الا ظروفك فيه جدا صعبه. انا افتكر اللحظه هذه، في مره كانت زوجتي عند واحده من صديقاتها، ورحت بالسياره انا علشان اخذها. فلما اديتها مسكول عشان تنزل، خرجت لي من الباب حق بيت الجماعه بس واضح جدا ما هي جاهزه للخروج، ما معاها الشنطه وكذا. فانا قلت في مصيبه جايه، في اكيد مصيبه. قالت لي اقول لك، زوج صاحبتي نفسه يتعرف عليك، اطلع اجلس عنده نص ساعه علشان انا لسه ما خلصت مع صاحبتي. قلت لها يا ستي اذا هو نفسه يتعرف علي فانا ما نفسي اتعرف عليه، خلينا نمشي. قالت لي يا شيخ اطلع شويه بس ما عندك مي. قلت لها يا امي انا اجلس في السياره استنى، جوالي لسه 60 الشحن حقه، اقدر اجلس ما عندي مشكله. قالت لي بالله تطلع وشوف الاسلوب، شوف الاسلوب اللي يجيبه راسنا به. قالت لي اطلع نحط لك من ورق العنب والكيك اللي فوق، اسلوب رخيص، اسلوب رخيص بس ناجح بصراحه. وقفت السياره وطلعت. طبعا ما ينفع انه زوجتي هي اللي تدلني فين غرفه زوج صديقتها، ولا ينفع انه صاحبتها هي اللي تدلني. فيجيك اللي هو الجوكر اللي في البيت، اللي هي الخادمه اللي موجوده، هي اللي تدلك فين بيت الراجل ولا فين الغرفه اللي فيها الراجل ده. طبعا على حسب جنسيه الخادمه انت ممكن توصل بسرعه للغرفه ممكن لا. يعني لو كانت فلبينيه، تعرف الجماعه دول ما شاء الله عليهم يعني في العمل منضبطين، يعني تلاقي الخادمه تديك كروكي بسيط، تقراد ثالث لفه يمين، الباب اللي على الشمال تدخل تلاقي الراجل، ممتاز شكرا. لا، في هذه الحاله كانت الخادمه حبشيه، والحبوش من احسن الناس في الدنيا هذه بصراحه، ومن المواصفات اللي عندهم الخجل. ما لاحظتوا هذا الشيء؟ يعني في عندهم اخلاق عاليه جدا، بس الخجل يا جماعه ما يتماشى مع الوصف، تمام؟ فانا ابغى اقول لها يا امي فين الغرفه حق مستر؟ فتقول لي ايش؟ انكسفت هي، انت روح وبعدين هنا وبعدين روح يمينه وبعدين روح شمالها. يا امي فين الباب؟ فين الباب اللي فيه الرجال؟ انت رحت يمينه روح يسار. يا امي فين الراجل؟ تبدا انت خلاص تجرب تفك، هذا حمام يا امي، فين الراجل هذا؟ خلاص تفك ابواب البيت كله، تفك البيت باب باب لما توصل للراجل. ويا ريتك ما وصلت. الراجل واضح جدا انه ما كان نفسه يشوفك، لانه العقربه صاحبتها دخلت وقالت له زوج صاحبتي تحت نفسه يطلع يتعرف عليك. فتعرف هنا انك انت لبستها، تمام؟ انت وهو كل اللي يبغوه هم 30 دقيقة نميمة زيادة وانت جالس مع الراجل ده. والراجل يا اخي الله يهديه ما عنده اي ترحيب، اي ترحيب ما في، فبس طالع فيا كده، هلا هلا يا ابوي، وانشغل بالكمبيوتر حقه وحاطط الهيدفون. طب انا ايش اسوي؟ جلست شوية كده جاتني نفس الاخت الحبشية، هذا ورق العنب مع الكيك يا امي، هاتي يا سنتي هاتي، ولا طلع ورق عنب لذيذ ولا شيء، ناقصه ليمون. المهم فوانا جالس، تعرف في دي اللحظه تحس بالمقلب اللي انت اكلته، ها؟ فخرجت الجوال، لا في انترنت ولا في 3 جي ولا حاجه، تعرف؟ فجلست كده فتحت الفون بوك وطلعت رقم الوالده يا جماعه، ما ضغط عليه بس اطالع فيه، افتكر حنان امي بس، نفسي صعبت علي والله. فصرت اطالع في الرقم وبان علي التاثر، حتى صوتي تغير يا جماعه. فطالع فيه الرجال اخيرا حن علي وقال لي ايش بك انت؟ قلت له لا ابدا ولا شيء، بس فجأة نفسي صعبت علي.